أهلا بيكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم أو التحكم الآلي. وفي حلقة النهاردة هناخد الـ Linear Mechanical System Transfer Function، وهنبدأ بأول حاجة 1 أو 2 degree of freedom. يعني هناخد الـ 1 المعادلات الخاصة بـ 1 degree of freedom، وهناخد الـ 2 degrees of freedom. Degrees of freedom هنا بمعنى الـ Equation of Motion، يعني بمعنى معادلات الحركة. يبقى لما أقول 1 degree of freedom معناها عندي إزاحة واحدة أو معادلة واحدة، لما اقول 2 degree of freedom معي عندي ازاحتين او معادلتين للحركة. يلا بينا كده نبدأ. العناصر الاساسية للميكانيكال سيستم من نوع اللينير، اول حاجة السبرينج، وده عبارة عن الياي نفسه. هنا الياي لو انا ثبت احد طرفيه في حائل والطرف التاني اثرت عليه بقوة، فبالتالي هيبقى عند الحائل هنا عندي ازاحة زيرو، وعند تأثير القوة في بداية السبرينج نفسه بيبقى عندي إزاحة متولدة اسمها إكس، فبالتالي القوة تتناسب طرديا مع فرق الإزاحتين. يبقى أجي هنا أقول طول ما القوة تتناسب طرديا مع الإزاحة أو فرق الإزاحتين بين النقطتين، يبقى هحط ثابت التناسب كي كابيتال، وده هسميه سبرينج كونستانت. وبالتالي لو الإزاحة دي أنا عايز أحولها لسرعة، الإزاحة عايز أحولها لسرعة، إيه علاقة الإزاحة والسرعة؟ معروف إن السرعة بتساوي تفاضل الإزاحة، وبالتالي فإن الإزاحة بتساوي تكامل السرعة. بنفس العلاقة دي هشيل الإزاحة هنا وهعوض بها بتكامل السرعة. خلي بالك دي سرعة خطية لينير وليست دورانية، والإزاحة هنا إزاحة خطية. ثابت التناسب ثابت في الحالتين اسمه كي كابيتال السبرينج كونستانت. العلاقة الأولى دي عشان أنا بتكلم على الإف اللي هي الفورس، وعندي الإكس هي الإزاحة، عشان كده العلاقة دي اسمها فورس ديسبليسمنت، فورس ديسبليسمنت. أما في العلاقة الثانية وهي علاقة بين الفورس والفيلوستي عندي هسميها فورس velocity relation. لو انا خدت المعادله اللي هنا دي وحولتها للابلاس زي ما خدنا في الفيديو اللي فات، الاف سمول تبقى اف كابيتال اوف اس، الاكس سمول تبقى اكس كابيتال اوف اكس، والكونستانت بينزل زي ما هو. وبالتالي عندي لو انا عندي دايره بسيطه فيها فولت وتيار وفيها امبيدنس، امبيدنس دي ممكن تبقى مقاومه، مكثف، ملف، كنت بقول ان الفولت بيساوي التيار مضروب في الامبيدنس عندي، سواء الامبيدنس قلنا ار لو كانت مقاومه، او اكس سي لو كانت مكثف، او اكس ال لو كانت ملف. فبالتالي هنا في كونستانت، اللون كونستانت ده هسميه الامبيدنس. فبالتالي الامبيدنس عندي هي القوه على اكس بتبقى كي. يبقى دايما الثابت اللي هنا ده ايا كان بيبقى هو الامبيدنس عندي. خلي بالك من نقطه مهمه، ان الازاحه قبل السبرينج لا تساوي بعده. هنا اللي بعده النقطه النهايه متثبته في حائل، فالازاحه زيرو. الازاحه عند تاثير النقطه هو اكس، فبالتالي الاف تتناسب طرديا مع اكس ناقص زيرو اللي هي اكس، عشان كده كتبتها في المعادله اكس. طب لو انا هنا النقطه دي مش متثبته في حائل، عندها اكس واحد، وبالتالي النقطه الثانيه هتبقى اكس 2، لان السبرينج قابل للانضغاط والانبساط، فبالتالي الازاحه قبله لا تساوي بعده. ان كانت هنا هتبقى اكس 2 هتبقى هنا اكس 1 في حاله عدم وجود حائل، بمعنى ان هيبقى في عنصر ثاني او كومبوننت ثانيه مثبته بعده، فبالتالي هتبقى اف وقتها بتساوي الكي كابيتال اكس 2 اللي هنا ناقص اكس 1. فخلي بالك من النقطه دي مهمه، ان القوه تتناسب طرديا مع فرق بين الازاحتين عند نقطتين الخاصين بالسبرينج. خلي بالك كمان من الوحدات، زي ما قلنا هنا الكي ده الامبيدنس عندي. لو انا عايز الوحده بتاعت الكي نروح للاول العلاقه بتاعتها، الاف وحدتها نيوتن، الاكس وحدتها متر لان ازاحه خطيه، بالتالي الثابت كي ده هيبقى ايه؟ هتقسم قوه على ازاحه، يبقى نيوتن على متر. وخلي بالك كمان الفي هنا ده رمزها في يعني سرعه، وبتبقى وحدتها متر على السنة. نروح للدمبر، الدمبر عندي ده شكله او بيتم تمثيله بالشكل ده. انا عشان اشرحه هثبت احد طرفيه في حائل والطرف الثاني هيبقى حر الحركه، وهأثر على الطرف الحر الحركه بقوه اسمها اف. في ثابت خاص بالدمبر اسمه اف في، بالتالي السرعه هنا لما اتكلم على دمبر يبقى اتكلم على سرعه، السرعه هنا زيرو. اما السرعه عشان الطرف ده حر الحركه عند تاثير القوه هيبقى في. في حاله الدمبر قالك القوه تتناسب طرديا مع الفرق بين السرعتين عند نقطتي الدمبر قبل وبعد، بمعنى ان اف تتناسب طرديا مع في ناقص زيرو، وبالتالي في ناقص زيرو هتبقى في، وبالتالي الاف هتساوي في عندي اللي هي السرعه الخطيه، وثابت التناسب هسميه اف في، وده الثابت الخاص بالدمبر. لو انا عندي الازاحه السرعه هنا في 1 وهنا في 2، لازم اطرح في 2 ناقص في 1، واقول وقتها اف بتساوي الثابت زي ما هو افتح قوس في 2 اللي هي هنا ناقص في 1. دي العلاقه الصريحه. لو انا
عايز احول البي دي لازاحه، لان دايما شغلي هتحول لازاحه، مش هتعامل مع سرعه خالص ولا عجله، هتعامل مع ازاحه فقط. فبالتالي ان السرعه دائما وابدا بتساوي تفاضل الازاحه، يبقى حولت السرعه هنا لتفاضل ازاحه. العلاقه الاولى عشان فورس مع فيلوستي اسمها فورس فيلوستي، العلاقه الثانيه اسمها فورس مع ديسبليسمنت يبقى فورس ديسبليسمنت ريليشن. العلاقات دي مهمه قوي في الانالوجي بعد كده لما احول حاجه ميكانيكيه لحاجه الكتريك الانالوجي، سواء كان دايركت او بارل. فالفكره دي مهمه طبعا ان انا اعرف الجدول وفين العلاقات، مهمه قوي بعد كده. وبالتالي العلاقه دي لو حولتها بلابلاس هيبقى عندي الشكل ده، اف كابيتال اوف اس اللي هي هنا، التفاضل هيبقى تفاضل اكس سمول هتبقى اس اكس كابيتال اوف اس، وده شرحناه في الفيديو اللي فات. ثابت التناسب بينزل زي ما هو، زي ما قلنا ادي القوه وعندي ادي الازاحه، يبقى الجزء الباقي هو الامبيدنس. يبقى الامبيدنس عندي اف في في اس، دي كلها على بعضها امبيدنس زي ما قلنا. وخلي بالك من الوحدات، ان اف لازم تبقى بالنيوتن، الفي تبقى متر على ثانيه، والاكس عندي بتبقى متر، وبالتالي اف في وحدتها ايه من العلاقه دي مباشره، ده نيوتن وده متر على ثانيه. يبقى الاف هنا اف في هتقسم النيوتن على شرطه كسر كبيره متر على الثانيه، عشان كده هتتحول النيوتن. السكند كانت مقام المقام تحولت لباسط على متر. عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه هنا، الدمبر اللي بيأثر فيه دايما السرعه، لكن لما اجي اتكلم في المعادلات بتكلم على الازاحه عشان اثبت كل الحاجات الاساسيه عندي على حاجه واحده، يعني هثبت السبرينج والماس والدمبر كلهم على ازاحات عشان اقدر اتعامل مع المعادلات. فانا في حاله المعادلات والحل بتاعي للمسائل مش هتعامل خالص مع سرعه، هتعامل دايما مع ازاحه. خلي بالك طول ما السرعه قبل الدمبر لا تساوي السرعه بعده، وبالتالي فان الازاحه قبل الدمبر لا تساوي الازاحه بعده. خلي بالك السبرينج والدمبر في الحالتين انا كنت مثبتهم في حائل عشان اقدر اجيب العلاقات، تمام؟ لما نروح للماس ايه اللي يحصل؟ لو عندي ماس هاثر على احد طرفيها بقوه، بالتالي الماس هنا اللي بيأثر فيها العجله، اللي بيأثر فيها العجله. ومن قانون نيوتن الثاني ان القوه بتساوي الكتله في عجلتها، خلي بالك دي عجله الكتله وليست عجله الجاذبيه، عجله اللي بتتحرك بها الكتله وهي تسارع السرعه، وهي التسارع بمعنى اصح او تفاضل السرعه. وبالتالي العجله دي لو عايزها تتحول لسرعه يبقى العجله بتساوي تفاضل سرعه، يبقى اقول الاف تنزل زي ما هي، ثابت العلاقه اسمه ام اللي هو وزن الكتله نفسه، العجله بتساوي تفاضل السرعه، يبقى العجله بتساوي تفاضل السرعه. لو انا عايز احولها بازاحه فورس ديسبليسمنت ريليشن، يبقى الام تنزل زي ما هي، العجله هي تفاضل الازاحه مرتين. انا دايما قلنا في علاقاتنا هتعامل مع ازاحه، يبقى اخد العلاقه دي احولها للابلاس. لما اجيب لابلاس بتاعها الاف سمول بي اف كابيتال اوف اس، الام نزلت زي ما هي، التفاضل الثاني هيبقى اس تربيع الاكس تبقى اكس كابيتال اوف اس. وبالتالي ادي عندي الاكس وادي الاف، الجزء ده هو الامبيدنس زي ما قلنا، يبقى الجزء ده هيبقى عندي الامبيدنس اللي هو اف على اكس كابيتال. وخلي بالك من الوحدات ان الام وحدتها كيلو جرام، او ممكن تيجي من هنا اف وحدتها نيوتن، والعجله وحدتها متر على الثانيه تربيع، يبقى الام وحدتها نيوتن شرطه كسر كبيره، ام على السكند تربيع، سكند تربيع مقام المقام هتطلع بسط، وبالتالي الكيلو جرام وحدته نيوتن في سكند تربيع على متر. في حته مهمه هنا لو لاحظت من الرسم، الكتله الحاجه الوحيده اللي انا ما ثبتهاش في حائل، ما جيتش في الطرف هنا وثبته في الحائل، لان قلنا السبرينج قابل للانضغاط، الدمبر قابل للانضغاط، فبالتالي الاثنين الازاحه قبلهم لا تساوي الازاحه بعدهم، اما الكتله فهي غير قابله للانضغاط، فلما تبقى غير قابله للانضغاط فبالتالي الازاحه قبلها تساوي الازاحه بعدها. فبالتالي هنا لو كانت الازاحه عندي اكس، فطبيعي ان الازاحه بعدها بتساوي اكس، يبقى الازاحه قبل الكتله بتساوي الازاحه بعدها، لان الكتله بتتحرك بعجله، تمام؟ فالازاحه قبلها بتساوي الازاحه بعدها، فبالتالي ما ينفعش الكتله تتثبت في حائل، لو اتثبتت في حائل الازاحه هتبقى هنا زيرو، وهتبقى الطرف الثاني حر للحركه، هيبقى ازاحه اكس، والكلام ده غير منطقي. يبقى انت عندك كتله احد طرفيها بيتحرك والطرف الثاني مش بيتحرك، الكلام ده خطا، لان الكتله قلنا غير قابله للانضغاط، فبالتالي السرعه في بدايه الكتله تساوي السرعه بعدها، الازاحه قبل الكتله بتساوي الازاحه بعدها، الكلام ده مهم ولازم تاخد بالك منه. هنروح بعد كده لقواعد حل اي نظام ميكانيكي خطي، والقواعد دي ثابته، لو انت عرفت القواعد دي كويس هتحل اي نظام ميكانيكي مهما كان صعوبته. خلي بالك بتكلم عن النظام الميكانيكي الخطي، الخط اللي بيبقى فيه باثر بقوه اسمها فورس بالنيوتن، بيطلع لي ازاحه ديسبليسمنت بالمتر. اول قاعده عدد الكتل الماسز الموجوده في النظام تحدد اقل عدد من الازاحات، يبقى عدد الماس الموجوده في النظام بتحدد اقل عدد من الازاحات، اقل عدد من الازاحات، خلي بالك كلمه اقل يعني ممكن يبقى في عدد من الازاحات اكبر من عدد الكتل. مثال عندي سيستم فيه كتله واحده، يبقى
ايه المتوقع عدد الازاحات الموجوده في السيستم؟ يبقى اقول كده طول ما عندي كتله واحده يبقى على الاقل عندي ازاحه واحده، يبقى ممكن يبقى عندي ازاحه واحده اثنين ثلاثه ايا كان العدد بناء على النظام. لو كان عندي نظام فيه كتلتين يبقى اقل عدد من الازاحات اثنين، بمعنى ان ممكن يبقى عندي ازاحتين ثلاثه اربعه بناء على النظام، لكن مستحيل يبقى عندي ازاحه واحده. لو عندي كتلتين مستحيل يبقى عندي ازاحه واحده. تمام. القاعده الثانيه، نقطه تاثير القوه دائما يوجد عندها ازاحه، المكان اللي هتاثر فيه القوه دائما وابدا يوجد عنده ازاحه. القاعده 3، الازاحه قبل الكتله بتساوي الازاحه بعد الكتله تساوي ازاحه الكتله نفسها، والكلام ده احنا شرحناه في السلايدات اللي فاتت بالتفصيل. قلنا ان الازاحه قبل الكتله بتساوي الازاحه بعدها لان الكتله غير قابله للانضغاط، بتساوي ازاحه الكتله نفسها. وكمان قلنا ان السبرينج قابل للانضغاط فبالتالي الازاحه قبله لا تساوي الازاحه بعده. وقلنا كمان ان الدمبر قابل للانضغاط فبالتالي الازاحه قبله لا تساوي بعده. يبقى القواعد دي مهمه عشان نحل بيها النظام، لازم القواعد دي تطبع على الرسم. اول قاعده، عدد الكتل الموجوده في النظام بتحدد اقل عدد من الازاحات. النقطه الثانيه، نقطه تاثير القوه دائما يوجد عندها ازاحه، الازاحه قبل الكتله تساوي الازاحه بعدها بتساوي ازاحه الكتله نفسها لانها غير قابله للانضغاط. اما السبرينج والدمبر الازاحه قبلهم لا تساوي بعدهم لان الاثنين قابلين للانضغاط. ناخد مثال، المثال اللي قدامي هنا انا جمعت في الرسمه الثلاث عناصر الاساسيه للميكانيكال سيستم من نوع اللينير. عندي اول حاجه السبرينج اللي هو السوسته او الياي، ثابت بتاعه كي، عندي الدمبر هنا والثابت بتاعه اف في، ومعايا الماس والثابت بتاعها ام، وهاثر بقوه هنا اسمها اف. هذه الرسمه او هذه الدايره هي ابسط نظام ميكانيكي، وفي نفس الوقت بيحتوي على الثلاث العناصر الاساسيه الموجوده في النظام الميكانيكي. تعال مع بعض نحلل ونحط الازاحات بتاعتنا على الرسمه. دايما بتعامل مع ازاحه، نحط الازاحه. اول حاجه اجي اتكلم هنا، عندي حائل يبقى الازاحه تبقى بزيرو، عند الحائل دايما الازاحه بزيرو. اتكلم على السبرينج الاول، قلنا الازاحه قبل لا تساوي بعد، طول ما انت حطيت هنا زيرو يبقى في ازاحه هنا هسميها اكس واحد، يبقى الازاحه بعد السبرينج لا تساوي قبل، يبقى هنا هتبقى اكس واحد. اول ما هقابل النقطه هنا دي بعدها مباشره هيبقى عندي كتله، الكتله الازاحه قبلها تساوي بعدها، يبقى دايما الازاحه بعد الكتله تساوي الازاحه قبل الكتله، فمباشره اجي هنا بعدها احط اكس واحد. وقلنا هي نفسها بتساوي ازاحه الكتله، فدائما يجي في منتصف الكتله يحط لك ازاحه اسمها اكس واحد، وما تلاقيهوش على الرسم حاطط لك الاثنين دول. ليه؟ ضمنيا ان الازاحه قبل بتساوي بعد تساوي نفس ازاحه الكتله اللي هتتحرك بيها. وفي حته ثانيه احنا قلنا مكان تاثير القوه دائما يوجد عنده ازاحه، ادي تاثير القوه يبقى النقطه دي عندها ازاحه اسمها اكس واحد، جايه من فين؟ جايه من قبل الكتله. احنا خلصنا البرانش اللي فوق، ننزل تحت البرانش اللي تحت، هنا في حائل يبقى الازاحه هنا بايه؟ بزيرو، مفيش ازاحه، الازاحه قبل الدمبر لا تساوي الازاحه بعده، يبقى هنا اجي طبيعي احط ايه؟ اكس 2. اقول لك استنى قبل ما تطبق الازاحات على الرسم، بص هل في كتله بعد الدمبر؟ هل هنا بعد الدمبر في كتله؟ اه في كتله. طب ازاحه الكتله كام؟ اه ده ليها ازاحه من قبل كده وازاحتها اكس 1، يبقى لازم قبلها اللي هي النقطه دي تبقى اكس 1، يبقى حطيتك او ان انت تحط اكس 2 غلط. معنى كده ان انت ما فهمتش القواعد اللي انا قلتها. لازم تبقى الازاحه قبل الكتله بتساوي بعدها، لان النقطه دي تعتبر قبل الكتله والكتله بتتحرك باكس واحد، يبقى لازم الازاحه هنا تبقى اكس واحد. لو لاحظتوا على الرسمه كلها مفيش غير ازاحه واحده اسمها اكس واحد، مفيش اي ازاحه ثانيه. حد شايف اكس 2؟ لا مش موجود اكس 2 على الرسمه. يبقى ده ابسط نظام لانه بيتحرك ازاحه واحده اسمها اكس واحد، وفي نفس التوقيت في الثلاث عناصر الاساسيه في الميكانيكال سيستم اللي هو السبرينج والدمبر والماس. تعال كده نشوف المعادلات بتاعتنا نكتبها ازاي. ادي الرسمه انا صغرتها وانا عملت لك هنت هنا، قلت لك السبرينج الامبيدنس بتاعته كي، الدمبر الامبيدنس بتاعته اف في في اس، الماس الامبيدنس بتاعتها ام اس تربيع. في المثال هو عايز ترانسفير فانكشن اللي هي الاوتبوت على الانبوت اللي هي اكس على اف، او ممكن يقول لك اكس واحد لو انا فرضت دي اكس واحد. طبعا عشان ما فيش اكسات تاني في الرسمه ممكن تقول دي اكس 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 اكس، ممكن ما تحطش اكس واحد خالص وتحط اكس مكانها، ما فيش مشكله، وتبقى ترانسفير فانكشن وقتها اكس على اف. هو ليه قال ترانسفير فانكشن اكس على اف؟ لان الطبيعي النظام ده اللي بيأثر عليه قوه، يبقى القوه هي دخل واللي بحصل عليه هو ازاحه، فالازاحه هي خارج، وبالتالي الترانسفير فانكشن هي لابلاس الخارج على لابلاس الدخل، يبقى هتبقى اكس كابيتال اوف اس على اف كابيتال اوف اس. زي ما خدنا في العلاقات اللي فاتت دايما كنت بضرب الامبيدنس في الاكس يديني الاف. ارجع تاني للاول فيديو هتلاقيني دايما ضارب الامبيدنس في اكس يديك الاف، فبالتالي دي معادله واحده لاني عندي ازاحه واحده. احصل عليها ازاي؟ اروح اقول كده اكس واحد او اكس بناء على انت حاطط ايه في الرسم هتساوي مجموع الامبيدنس اللي في الرسمه، مجموع الامبيدنس الخاصه بالكومبوننت الموجوده في الرسمه هتساوي ايه؟ هتساوي مجموع القوه المؤثره عند اكس واحد. دي معادله واحده
صريحه وبسيطه. تعال نعوض، يبقى ادي اكس واحد نزلتها زي ما هي. تعال نجمع الامبيدنس الموجوده في الرسم. نبدا بالكتله، هتبقى ام اس تربيع، هروح حطيتها هنا. يبقى انا خلصت من اول عنصر. العنصر الثاني اللي هو الدمبر، يبقى اف في اضربه في ايه؟ في اس. هيبقى معانا كمان سبرينج اللي هو كي، هيضرب في حاجه. لا طبعا الكي بتنزل زي ما هي، خلي بالك ده كله اسمها الامبيدنس الكليه، هتضرب في اكس واحد كابيتال. طب ايه القوه المؤثره على النظام هنا؟ اف تتحول الى بلس تبقى اف كابيتال اوف اس. ينفع احصل على ترانسفير فانكشن بالمعادله دي؟ اه بكل سهوله. فين الاوتبوت؟ اهو. فين الانبوت؟ اهو. اروح ساحب الانبوت في المقام والقوس ده اجيبه الناحيه الثانيه من تحت، يبقى ترانسفير فانكشن عندي اللي هي اكس على اف تساوي 1 على، خدت ده كله في المقام، وبالتالي انا حصلت على ترانسفير فانكشن للنظام الميكانيكي اللي قدامك البسيط اللي هو 1 ديجري اوف فريدم او 1 ايكويشن اوف موشن، يعني معادله واحده، او عندي سنجل ديسبليسمنت ازاحه واحده. ده كان ابسط نظام. هنبتدي نصعب الموضوع شويه ونروح للتو ايكويشن، ازاي احصل على ازاحتين من معادلتين او السيستم عندي فيه ازاحتين وعايز احصل على المعادلات بتاعته. اول حاجه بروح اعمل قسم كده ببساطه، السهم الاول اكتب عليه الازاحه الاولى اكس واحد، السهم الثاني اكتب عليه الازاحه اكس اتنين. تبع خطواتي في حل الانظمه بالشكل اللي هشرحه، هتحل اي مثال ان شاء الله، وتابع الفيديو للاخر لان انا هشرح اكتر من طريقه في الحل، فبالتالي ده هيبقى ملخص خبرتي في الموضوع ده، هيغنيك عن اي كتاب وعن اي مرجع. زي ما قلنا نبدا، لو عندي تو ايكويشن في ازاحتين في الرسم، يبقى انا محتاج تو ايكويشن، اعمل سهم واكتب عليه اكس واحد، سهم تحت اكتب عليه اكس اتنين. طبعا انا مديهم الوان هنا على الباوربوينت عشان اوضح لك الفرق. هاجي عندي معادلتين في ازاحتين، يبقى المعادله الاولى في الازاحتين والمعادله الثانيه في الازاحتين، وبحطهم كابيتال عشان انا شغال على اللابلاس او الاس دومين، فلازم يبقوا كابيتال زي ما قلنا قبل كده. اجي هنا بعد ما انا حطيت المتغيرين في معادلتين زي ما قدامنا، اسال هل انت بتتكلم على اكس واحد في معادله اكس واحد؟ اه. يبقى اجي هنا كده، طول ما هتكلم على اكس واحد في معادله اكس واحد اروح حاطط قوس بالموجب، يعني احط قوس واشارته من قدام موجب. انزل على المعادله اللي بعدها على طول، هتكلم على اكس اتنين في معادله اكس اتنين، تخلي بالك في تناسب، يعني اكس اتنين في معادله اكس اتنين، يبقى احط قوس موجب. نرجع تاني، هتكلم على اكس اتنين في معادله اكس واحد، يعني اكس اتنين دي مش معادلتها، ده انا حاططها في معادله اكس واحد، يبقى احط لها قوس بالسالب. دايما المخالفه تتاخد قوس سالب. اجي هنا هتكلم او اكس واحد في معادله اكس اتنين، يبقى دي مخالفه، يبقى احط لها قوس بالسالب. يبقى من البدايه تاني، اتكلم على القطر الاول او الاكس واحد في معادله اكس واحد يبقى قوس موجب، اكس اتنين في معادله اكس اتنين يبقى القوس موجب، واحط الباقي سالب ايا كان. اروح بعد كده اسال تاني، اكس واحد في معادله اكس واحد هكتب ايه جوه القوس؟ هكتب كل الامبيدنس اللي بتتاثر باكس واحد. اجي في الناحيه اليمين هنا احط كل القوى المؤثره عند اكس واحد. انزل على المعادله الثانيه مباشره، اسال اكس اتنين في معادله اكس اتنين، يبقى احط ايه في القوس اللي هنا؟ يبقى احط كل الامبيدنس عند اللي بتتاثر باكس اتنين بس. اجي في اليمين احط كل القوى اللي بتاثر عند اكس اتنين. ارجع تاني، اكس اتنين في معادله اكس واحد، يبقى احط ايه جوه القوس؟ احط كل الامبيدنس المشتركه بين اكس واحد واكس اتنين. هنا اكس واحد في معادله اكس اتنين، يبقى هحط كل الامبيدنس عندي المشتركه بين اكس واحد واكس اتنين. هتلقى القوس اللي هنا هو نفس القوس اللي هنا بنفس الاشاره، سلبه سلب، اللي جواه هو نفس اللي جواه. يبقى انا ممكن اجيب ده ما اجيبش ده، خلاص انقله من اللي فوق مباشره. ده كانت خطوات حل المساله اللي فيها ازاحتين او التو ايكويشنز، زي ما قلنا ان ده هو ده. نروح لمثال بسيط، مديني ازاحه على الرسم اسمها اكس واحد، وبيقول لي عايز ترانسفير فانكشن اكس واحد كابيتال اوف اس على اف اوف اس. خلي بالك هو حاطط ازاحه واحده على الرسم، ممكن بيخدعك، يعني ممكن يبقى الرسم هنا فيه ازاحه ثانيه. اعرف من فين؟ اتبع الخطوات اللي قلناها، اسال نفسك هل في كتله في النظام؟ اه في كتله، كم كتله؟ واحده. يبقى عدد الازاحات في النظام تبقى كام؟ يبقى اقل عدد من الازاحات في النظام هو عدد الكتل، عندي كتله واحده يبقى اقل عدد عندي ازاحه واحده. يعني ممكن يبقى ازاحه واحده، اثنين، ثلاثه، اربعه، ايا كان العدد اللي هيحدد لي باقي النظام. تعال نشوف كده، انا هعتبر الازاحه اللي اسمها اكس واحد دي مش موجوده على الرسم، لازم اعمل تشيك على الازاحات اللي هو حاططها من ناحيه العدد، لكن لازم التزم بالرموز، يعني هنا هو حط اكس واحد لازم اجي احط اكس واحد، ما ينفعش اغير الرمز، لكن لازم اعمل تشيك على العدد. انا هفترضها ان هي مش موجوده، تعال نعمل تشيك، نبدا من على الشمال، عندي حائل، يبقى الازاحه هنا بكام؟ بزيرو، دائما الازاحه عند الحائل بزيرو. هعدي الدمبر، الدمبر لما تعديه الازاحه بتتغير، يبقى افرض ازاحه جديده اسمها اكس واحد. اسال نفسك هل في كتله بعدها؟ اه في كتله، يبقى الازاحه قبل الكتله بتساوي بعدها، يبقى اجي مباشره بعد الكتله في ازاحه اسمها اكس واحد. ازاحه الكتله
بتساوي الازاحه قبلها تساوي الازاحه بعدها، هيبقى اجي في منتصف الكتله احط الازاحه اسمها اكس 1، هي دي الازاحه اللي كان حاططها على الرسم في الاول، يبقى كده انا حطيت نفس الرمز كده مفيش تعارض. اكمل الرسم، اجي هنا في بدايه السبرنج انت حاطط ازاحه اكس 1، هتعدي السبرنج، لما تعدي السبرنج اوتوماتيك او طبيعي هيبقى في ازاحه مختلفه لان الازاحه قبل اللي تساوي بعد، يبقى اجي افرض هنا ازاحه جديده اسمها اكس 2، وبالتالي هيديني ازاحه نهائيه هنا اسمها اكس 2. طب والقوه؟ نقطه تاثير القوه عندها ازاحه اهي، والازاحه هي اكس 2 انا فارضها من قبل كده. لو لاحظت كل القواعد اللي انا شرحتها متطبقه، الازاحه قبل الكتله بتساوي بعدها بتساوي ازاحه الكتله، الازاحه قبل الدمبر لا تساوي الازاحه بعد الدمبر، الازاحه قبل السبرنج لا تساوي بعد السبرنج، وعندي عدد الكتل في النظام واحد، وبالتالي عندي كام ازاحه؟ عندي 2 من في النظام، يبقى عدد الكتل واحد، حدد اقل عدد من الازاحات وهو واحد، لان في الحقيقه عندي ازاحتين زي ما قلنا، طول ما عدد الكتل في النظام واحد يبقى وارد يكون عندي ازاحه، ممكن يبقوا 2 يبقوا 3. هنا لقيت كام ازاحه عندي في الرسم؟ 2، لكن هو في الرسمه الاصليه في الاول كان مديني ازاحه واحده، فهو بيخدعك، خلي بالك من الحته دي، ان هو بيعمل تشيك انت فاهم ولا لا، فلازم افرض الازاحات بتاعتي بطريقه صح عشان اكمل المساله. نبتدي نكمل، انا خدت صوره من الرسم ورفعتها فوق اهي وعملت لك هنت عشان ما تنساش. هنبتدي نكمل مع بعض، نحط التصميم بتاعت المعادلات بتاعت سهمين اكس 1 واكس 2، اجي هنا اقول اكس 1 واكس 2 كابيتال، اكس 1 واكس 2 لان عندي معادلتين في متغيرين، ابدا باكس 1، في معادله اكس 1 احط قوس ايه؟ ما تنساش احط قوس موجب. اعمل ايه بعد كده؟ اروح لاكس 2 على طول اسال اكس 2 في معادله اكس 2، يبقى احط هنا قوس بالموجب، اجي بعد كده الباقي احطه بالسالب على طول. نرجع تاني اكس 1 في معادله اكس 1، يبقى ايه اللي احطه هنا؟ احط هنا الامبيدنس الخاصه باكس 1، يبقى الامبيدنس اللي بتتاثر باكس 1 بس. تعال نبص على الرسم، من على الرسم هنا مين اللي بيتاثر باكس 1؟ طبيعي الكتله بتتحرك بازاحه اسمها اكس 1، يبقى اقول 5 ده الام اضربها في مين؟ في اس تربيع، ما تنساش الثابت بتضرب في اس تربيع، يبقى 5 اس تربيع. تمام، انا كتبت 5 اس تربيع في معادله اكس 1 عند اكس 1، في اكس 1 في معادله اكس 1، واجي على الرسم احط 1 في دايره لان انا بتكلم على اكس 1، احط 1 في دايره، اجي العنصر اللي بعد كده، مين العنصر اللي بعد كده بيتاثر باكس 1؟ بص على الرسم، الدمبر، الدمبر بيتاثر باكس 1، احد طرفي الدمبر بيتاثر باكس 1، يبقى الدمبر بيتاثر باكس 1، الدمبر 4 اضربه في مين هنا من المعادله دي؟ في اس، يبقى ده الثابت 4 اضربه في اس، يبقى اجي احط هنا 4 اس، وما انساش على الدمبر كده احط 1 في دايره لان انا بتكلم على اكس 1. ايه تاني بيتاثر باكس 1؟ السبرنج ده احد طرفيه بيتاثر باكس 1، يبقى لازم احطه في معادله اكس 1، يبقى اكتب هنا ايه؟ سبرنج 5 هيتضرب في حاجه لا بيتحط مباشره، يبقى اجي احط هنا سبرنج 5 وما انساش احط 1 في دايره. مباشره ما تتحركش من المعادله دي، اروح اعمل ايه؟ اسال على القوه اللي بتاثر عندي في اكس 1، هل في قوه بتاثر عندي في اكس 1؟ بص كده على الرسم، هل في قوه في اف في الحته دي؟ لا مفيش اف، يبقى مباشره في الحته دي القوه اللي بتاثر على اكس 1 قيمتها بزيرو غير موجوده. انزل على المعادله الثانيه، ما كملش هنا، انزل على المعادله الثانيه اسال اكس 2 في معادله اكس 2، يبقى احط هنا الامبيدنس الخاصه باكس 2، مين اللي بيتاثر باكس 2 عندي؟ بص على الرسم، مفيش غير مين؟ غير السبرنج، يبقى السبرنج هنا احط كام؟ يبقى احط هنا في المعادله سبرنج بس هيبقى كونستانت احط 5، يبقى ادي الامبيدنس اللي هتتاثر باكس 2 اروح حاطط 5. تمام، ما تنساش هتحط عليه 2 في دايره لان انا بتكلم على اكس 2، يبقى تحط 2 في دايره. في اي حاجه تاني بتتاثر باكس 2 على الرسم؟ لا، يبقى اجي في الطرف اليمين، الطرف اليمين هنا اقول القوه اللي بتتاثر او اللي بتاثر عند اكس 2، هل في قوه بتاثر عند اكس 2؟ اف، يبقى اجي هنا في الحته اليمين احط ايه؟ اف كابيتال اوف اس، لان انا بتعامل مع لابلاس فتبقى اف كابيتال وليست اف سمول. نروح بعد كده لحاجه اساسيه، انا على الرسم حطيت 1 و2 كله على الرسم، كل العناصر الخاصه بواحد حطيتها والعناصر الخاصه باتنين حطيت، هبص على الكومبوننت او العناصر اللي موجود عليها الدايرتين 1 و2. نبص على الرسم، مين الموجود مع 1 و2؟ لان اكس 2 معادله اكس 1 احط فيها الامبيدنس المشتركه بين اكس 1 و2، مين المشترك على الرسم بين اكس 1 و2 او العناصر الموجود عليها 1 و2؟ هتلقى مفيش غير مين؟ السبرنج عندك، السبرنج 5، يبقى احط هنا 5 زي ما شايفين كده، الانيميشن اللي هو ده معناه مفيش غيره، يبقى احط 5. ما كملش الخمسه هنا، انقلها هنا مباشره لان دي اكس 1 في معادله اكس 2، يبقى هي الامبيدنس المشتركه بين اكس 1 واكس 2 اللي هي من فوق تتحط 5، وبالتالي انا حصلت على المعادلات.
لما احصل على المعادلات يبقى اقدر احصل على اي ترانسفير فانكشن هو محتاجها. انا رحت كاتب المعادلات مره ثانيه. في نقطه مهمه هنا، خلي بالك الاف اوف اس هنا ناحيه اليمين بتبقى موجوده في معادله واحده من المعادلات اللي عندك، يعني ما ينفعش تبقى اف اوف اس هنا وكمان في اف اوف اس فوق، لا اف اوف اس بتبقى موجوده في معادله واحده من المعادلات اللي عندك، فاذا وجدت في معادله فالباقي يبقى زيروز. نكمل، هو عايز ايه؟ هو عايز اكس، نرجع تاني، هو عايز ترانسفير فانكشن اللي هي اكس واحد كابيتال على الاف. ترانسفير فانكشن هو عايزها في بدايه السؤال اكس واحد كابيتال على الاف. عندي معادلتين عايز احلهم اني استخدم طريقه كرامر. طريقه كرامر عندي بيقول لك ان انا اخد العناصر اللي هنا، خلي بالك لازم تبقى المعادلات مترتبه اكس واحد اكس اتنين اكس واحد اكس اتنين، عشان كده لازم تلتزم بالطريقه اللي انا بشرح بيها وحليت بيها السؤال. يبقى اجي بالعناصر او البارامتر اللي هنا دي احطهم في محدده، اسقطهم في محدده زي ما هي في المقام، في المقام. المحدده دي اسمها ايه؟ الدلتا. المحدده دي اسمها الدلتا. لو انت هتسال على اكس واحد بعمل نسخ للمحدده دي فوق واغير العمود الاول بالعناصر اللي ناحيه اليمين. يبقى تاني هعمل نسخ للمحدده دي فوق واجي هنا انا عايز اكس واحد، يبقى اسال او ادور على العمود الاول في المحدده دي واغيره واخليه بالعناصر الاولى اللي موجوده ناحيه اليمين زي ما خدت بالك، زيرو واف، خليتها زيرو اف مكان مين؟ مكان العمود اللي تحت اللي هو ده، والعمود الثاني يطلع زي ما هو ده. لو انا عايز اكس واحد هفك المحدده، فك المحدده الثنائيه بضرب ده في ده ناقص ده في ده، يبقى المحدده عادي ايا كانت بضرب ده في ده ناقص ده في ده، تعال مع بعض نطبق، يبقى هقول القوس ده كله في خمسه، يبقى خمسه في القوس ناقص في القانون، دي في القانون، افتح قوس بعد اللي ناقص، بعد ناقص افتح قوس مباشرة، اضرب دي في دي يبقى سالب 5 في سالب 5، يبقى سالب 5 في سالب 5 جوه القوس، نطبق فوق يبقى 0 في 5 اهي، ناقص بتاعة القانون، افتح قوس، اف اوف اس في سالب 5 اللي هي دي، يبقى نيجي نخلص دي 0 في 5 ب 0، سالب في اف في سالب 5 هتبقى عندي موجب 5 اف، ده البسط، يبقى البسط بيجي 5 اف على المقام، انا اتخلصت من المقام او حصلت على الناتج منه يعني، طلع لي بالشكل ده، وبالتالي عندي اكس واحد واف. لو انا عايز ترانسفير فانكشن اكس واحد على اف اروح ساحب الاف عندي هنا في المقام وتبقى هي دي الترانسفير فانكشن اللي هو عايز، هيبقى عندي خمسه على المقام، رحت انا قاسم البسط على خمسه والمقام على خمسه طلع بالشكل ده. ممكن انت برضو تبسطها اكتر من كده، تاخد اس عامل مشترك تقسم بسط ومقام على خمسه برضو يطلع الشكل النهائي ده، مفيش مشكله. انت لو وصلت للحل ده او الشكل ده مقبول وزي الفل، مفيش مشكله. في ملاحظات هنا، اول ملاحظه احنا قلنا ان الاف بتبقى موجوده في معادله واحده من المعادلات، ما ينفعش تبقى في معادلتين، متكرره في معادلتين او ثلاثه دائما وابدا. الاف هنا تبقى مضروبه في حاجه، مضروبه في ثابت، مضروبه في قوس زي ما هنشوف بعد شويه، ده اول حاجه. الحاجة التانية دائما وابدا لازم تبقى موجبة هنا، يعني ما ينفعش حد يطلعها سالب 5 اف، غلط، لازم تبقى موجبة، ولازم الاف تتضرب في ثابت او في قوس، لكن ما ينفعش الاف تبقى مجموعة على ثابت او مجموعة على قوس، يبقى انت شغال غلط. يبقى الاف تبقى مضروبة وليست مجموعة. دائما وابدا ترانسفير فانكشن تبقى بالموجب وليست بالسالب. طيب نفس المعادلات دي لو خدت بالك اللي فوق، المعادلات دي احنا قلنا ان العنصر هنا من السلايد اللي فات هو نفس العنصر ده بنفس الاشاره، خدت بالك العنصر ده هو ده، فلازم تيجي للمحدده في المقام اللي هي خاصه بالعناصر دي. لو انت عملت خط كده على القطر عندك هتلقى العنصر ده هو ده، بيبقى فيه تماثل طبيعي، يبقى فيه تماثل والا انت شغال غلط. نفس المعادلات لو انا عايز اكس 2 على اف، هي مش مطلوبه في السؤال بس عشان تفهم الفكره، وعايز اكس 2 على اف، يبقى اجي اكس 2 المقام هو نفسه مش بيتغير، باخد العناصر اللي على الشمال كلها احطها في محدده، اجي المقام او المحدده دي اللي اسمها دلتا انسخها في البسط، عامل منها نسخه فوق، انا هتكلم على اكس 2 يبقى امسح العمود الثاني منها واحطه بالعناصر اللي ناحيه اليمين، واجي افك عادي، تعال نفك، هيبقى عندك القوس ده هيضربه في اف ناقص الزيرو في سالب 5، ويبقى ادي الفكه، يبقى القوس في اف ناقص الناقص دي خاصه بالقانون ملهاش علاقه بالمحدده، ناقص هضرب كده زيرو في سالب 5 زي ما انتم شايفين، زيرو في سالب 5 بزيرو هتطلع عندي اف في القوس، يبقى عندي اف في القوس على المقام. خلي بالك الاف مضروبه في القوس وليست مجموعه عليه، خلي بالك دايما هنا طالعه بالموجب، يبقى كده انا شغال صح. لو انا عايز ترانسفير فانكشن اكس 2 على اف يبقى اسحب اف في المقام عندي، تبقى ايه؟ اكس 2 على اف عند البسط وادي المقام. هحل نفس المثال بطريقه مختلفه وطريقه سهله برضو، بدل ما انا احط رقم جوه دايره واقعد اشوف المشترك على الرسم ممكن اتلخبط، اعمل ايه؟ امشي على الرسم بعد ما انا اجيب الازاحات زي ما احنا اتعلمنا، بعد ما انا جبت الازاحات زي ما احنا اتعلمناها
اجي هنا ما احطش القيم، يعني هو لو مديني العناصر دي او الكومبوننت دي وموجود عليها قيم، لا اعتبر نفسي مش شايف القيم، احط رموز. الكتله رمزها ام، اروح حاطط ام. الدمبر ده احط اف في. السبرينج ده رمزه كي. طب لو في حاجات مكرره في الرسم، يعني عندي سبرينج وسبرينج، يبقى احط دي كي 1 والسبرينج الثاني كي 2. طب لو عندي كتلتين يبقى ام 1 وام 2. تمام، يبقى ما ينفعش نفس الكتل تاخد نفس الرمز. لو عندي كتلتين يبقى احط ام 1 وام 2، اثنين سبرينج يبقى كي 1 وكي 2 وهكذا. اجي اكتب المعادلات الطبيعي، يبقى دي المعادلات اكس 1 واكس 2 اهي، وعندي المتغيرين زي ما شرحنا. قلنا ان اكس 1 في معادله اكس 1 بيبقى القوس موجب، اكس 2 في معادله اكس 2 يبقى القوس موجب، الباقي بيبقى سالب. اجي هنا اروح اسال اكس 1 في معادله اكس 1 ايه هو الامبيدنس اللي بتتاثر بيه اكس 1؟ بص على الرسم، بس احطها كمتغيرات وليست قيم، احطها كمتغيرات. يبقى عندي ام، الام بتبقى اس تربيع، يبقى ام اس تربيع، هيبقى ام اس تربيع. وعندي ايه تاني؟ بص كده المتاثر على الرسم باكس 1 اف في، يبقى اف في اس. وعندي كمان السبرينج يبقى كي، يبقى كي في مين؟ في اس. يبقى اجي هنا احط على طول ام اس تربيع الكتله اف في اس الدمبر كي السبرينج. اسال هل في قوه هنا بتاثر عندي اكس 1؟ لا، بزيرو. اروح لاكس 2 في معادله اكس 2، مين اللي بيتاثر باكس 2؟ السبرينج ده بس، رمزه ايه؟ كي، يتحط كي زي ما هو. هل في قوه بتاثر عند اكس 2؟ اللي هي القوه مين؟ اف عندي بتاثر عند اكس 2، يبقى احط اف كابيتال اوف اس. الرسمه لغايه هنا مهمتها انتهت، يبقى مش هكمل على الرسم. اروح اعمل ايه؟ انت عايز المشترك هنا في اكس 2 في معادله اكس 1، المشترك بين اكس 1 واكس 2، اعمل ايه؟ ابص على اكس 1 واكس 2، القوسين اللي قبلها دول، بص على المعادلات، ايه المشترك بين المعادله دي ودي؟ في غير الكي؟ لا مفيش غير الكي، يبقى اجي احط هنا مين؟ احط هنا مباشرة الكي، وقلنا القيمة دي بتبقى متماثلة مع دي، يبقى هنا احط برضو كي، كده خلص، يبقى كده انا ما بصيتش على الرسم، يبقى احط المعادلات عندي في رموز عادية خالص وابتدي احل. بعد ما انا حصلت على المعادلات ابتدي اعوض عن المتغيرات او القيم الثوابت دي اللي هي الام والاف والكي بالقيم بتاعتها من المسألة، بالتالي هحصل على المعادلات بالقيم زي ما انت شايف، ابتدي اطبق المحددات زي ما انا شرحت في المثال اللي فات. هنتوقف في الفيديو ده، هنكمل باقي المسائل الخاصه بالجزئيه دي في فيديو تاني عشان ما نطولش اكتر من كده، واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.